أهلا بكم على قناة حياتنا. وقبل الخوض في التفاصيل، اشتركوا في قناتنا وتابعوا معنا كل ما هو جديد على الساحة العربية والعالمية. والآن لنبدأ. شهدت مدينة سكيكدا وبالتحديد بقلعة الصنوبر حي الإخوة شبل بوعباز قصة مأساوية لشاب يبلغ من العمر 25 سنة بعدما ألقى بنفسه من أعلى عمارة ليلقى حتفه. وذكرت مصادر مقربة من عائلة الشاب أنه رمى بنفسه من أعلى عمارة ذات 10 طوابق لتأثره بوفاة والده قبلها بيوم، حيث كان متعلقا به. وقد تم الاتصال بالإسعافات أين تم تحويل المتوفي وهو مختل عقليا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى بسكيكدا، كما تم نقل أمه البالغة من العمر 49 سنة تعاني من حالة إغماء إلى مستشفى سكيكدا. إن لله وإن إليه راجعون.